ألق وزير الداخلية بسام مولوي مرة جديدة بخطاب تحريضي ضد المثليين بندوة يعملها تجمع باسم المظلة البيروتية، فدلق كل عقد الهوموفوبية ووصل الموضوع لغضب من رب العالمين. بتكفي غضب ربنا اللي بعد عن أكثر على البشرية، الله بقتل حدن بظاهرة المثلية إلا ما دمروا، الله بقتل حدن بظاهرة المثلية إلا ما كانت هالشيء خراب عليه. استعرض مولوي إبداعات وزارته لقمع المثليين بالمناطق والفنادق والجامعات، وادعى بطولة وهمية إنه شال إعلام قوس القزح اللي رفعته السفارة الألمانية ببيروت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الهوموفوبيا. كان عالم المثليين بارح مرفوع بعد العالم الاتحاد الأوروبي بمطرحين، مطرح أوتوكراس المنفيد بمقر السفارة الألمانية وعند السفارة الألمانية بالرابية بنفس النهار. زقف له الجمهور على بطولاته الوهمية، بس الحقيقة السفير الألماني بلبنان كان شكر القوى الأمنية بقيادة مولوي على حماية البعثة ومقرها بعد التهديد اللي تلقته نتيجة رفع العلم من مجموعة جنود الرب اللي بيمولها المصري في أنطون السحناوي. علم الشيطان بيرفع ببلادهم، عند ولادهم هنيك مش ببلدنا. القانون السماوي بيمنع، وحتى القانون الارضي اللي عنا اياه بدولتنا بيمنع انه هن يعلوا علم المثليين، علم الشيطان بقلب ارضنا. هيدا الكلام بين ايدين الكهنوت، يوصل لكل الكهنوت، ومن له اذن فليسمع.